السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى لنستكمل الحديث عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونستكمل أيضا التعليق على هذا الفيلم المسيء وهذه الإساءات التي تتكرر بين حين وآخر، ليس ضد الرسول فقط ولكن ضد الرسول وضد الإسلام وضد القرآن. إيه الحلقة المفقودة اللي احنا مش قادرين نوصل لها في هذا الأمر؟ سنة 2006 وبالتحديد في شهر فبراير وفي الجمعة الأولى من شهر فبراير، فضيلة الشيخ محمد حسان كان عنده خطبة في مجمع الإيمان بمدينة المنصورة. هذا الكلام في شهر فبراير سنة 2006. الخطبة كانت بعنوان إيه؟ إلا رسول الله. أنا كنت من مريدي الشيخ محمد قبل أن أتعرف عليه، ولم أكن قد تعرفت عليه في ذلك الوقت أبدا، لكن كنا مجموعة من المحبين بنشوف الخطبة بتاعت الشيخ محمد فين ونروح علشان نسمع هذه الخطبة ونستمتع بها. وأنا قلت لحضراتكم في ذلك الوقت لم أكن قد تعرفت شخصيا على الشيخ محمد. في 2006 ولم تكن قناة الرحمة قد فتحت أساسا، ففي ذلك الوقت كان في رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لأحد الرسامين الأجانب. فالشيخ محمد قال خطبة عصماء بعنوان إلا رسول الله. في ذلك اليوم أنا كنت بصلي خارج المسجد في الشارع لأني لم أتمكن من دخول المسجد، وكان في مطر شديد جدا. هذا المطر زاد كثيرا وقت الصلاة، وأنا وعدد كبير جدا من المصلين بنصلي بره في الشارع، فسجدنا على المية، سجدنا في الشارع على المية، وكل أجسامنا كلها ابتلت بالماء وإحنا بنسجد في صلاة الجمعة. وبعد هذه الخطبة التي بكينا فيها كثيرا والتي بكى فيها كثيرا فضيلة الشيخ محمد حسان حزنا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ما الخطبة خلصت وأديت الصلاة وركبت عربيتي بملابسي المبللة وشعري وجسمي كله مبلل ومبتل بالماء، وركبت سيارتي ومشيت وأنا أبكي وأتذكر الأبيات التي ألقاها الشيخ محمد حسان في تلك الخطبة والتي هزت مشاعري كثيرا. فأنا ماشي بكتب بالألم بعض الأبيات، سبحان الله هذه الأبيات وأنا بألف في الورق بتاع النهاردة لقيتها موجودة، وهي بعنوان هدئ من روعك حسان. هذه الأبيات بقالها 6 سنوات أنا كاتبها، وسبحان الله تشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يتكرر هذا الموقف. المرة اللي فاتت كانت رسوم 2006، المرة دي فيلم سيء ومسيء وبذيء. فأنا بقول للشيخ محمد وللمسلمين جميعا هدئ، وأول مرة أنا أقرأ هذه القصيدة وأحتسبها لله سبحانه وتعالى، فبقول هدئ من روعك حسان واثبت يا شيخ الشجعان، هدئ من روعك حسان واثبت يا شيخ الشجعان، واغضب لحبيب الرحمن في عصر ساد العصيان. من حرقوا هذا القرآن، من ذموا الهادي العدنان، من سلبوا حق الإنسان في زمن
عم البهتان ورضينا ذل الكتمان وخشينا مد الطوفان لا تسكت أبدا حسان بل أشعل فينا البركان فالكل جبان ومهان فالكل جبان ومهان والكل يجيد النسيان ما زال يعيش الفنان ويصب حميم النيران واختل قوام الميزان وتعالى صوت الجرذان وستار الأمة قد بان وانطفأت فينا الأحزان وانكسر الغصن الفينان أين الأجداد الأعيان أين الفاروق وعثمان أو سعد وبنو قحطان من سادوا كل الأزمان من قصموا ظهر العدوان ومن عبروا كل الشطآن ليعم الخير ويزدان ويفتح زهر البستان والعالم يحظى بأمان هذه أمتكم إخوان فتعالوا نذكر ما كان. يعني هذه أبيات كتبت من 6 سنوات واليوم بيتكرر نفس الموقف. وأنا النهاردة معايا في الفقرة الثانية من هذه الحلقة المباركة بعنوان عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عالم فاضل جليل وأستاذ فاضل من تلاميذ شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك والذي رافقه أيضا لما يتجاوز عن 28 أو 30 سنة ولذلك نحن ننهل من تلاميذ الشيخ عبد الحميد كشك في هاتين الحلقتين المباركتين من رحاب الأزهر. معانا أخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد عبد الغفار. يا نسال مرحبا بك. يا أهلا بك شيخ محمد. الأمور بتتكرر كتير والإهانة بتتكرر كتير والإساءة بتتكرر كتير فحضرتك تقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل وعلا والمصلى عليه هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله. أما بعد حقا إنها حملة شرسة ولكن أود في البداية أن أغير تعبيرا درج عليه الناس. الكل بسمعه يقول الفيلم المسيء. نعم. نريد أن نسميه الفيلم السيء لأن رسول الله لن يساء إليه بأي حال من الأحوال. نعم. فعايزين يعني ما نمشيش مع الناس وكله يقول الفيلم المسيء الكلام المسيء. لا، احنا عايزين نقول الفيلم السيء لأن يعني رسول الله. أنت تريد أن تدرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم الإساءة أساسا. لا يمكن صفة للفيلم فقط. نصف الفعل. والله عجباني. فنريد أنه يبقى الفيلم المسيء. نعم. الفيلم السيء بدل الفيلم المسيء. نعم. يعني حتى تنصالح تكون الصفة للفيلم إن شاء الله. نعم. هذه بداية. أما الثانية فأقول يا ليت أمي لم تلدني ليتها كانت عقيمة. حينما نسمع من يحاول أو يريد أن يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم, هذه كلها بذاءات وتفاهات وأمور حقيرة درج عليها أعداء الدين ودرج عليها أعداء الإسلام. ولكني أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يحاولون أن يلصقوا به التهم أو يكيلوا له الاتهامات هذه كلها أكاذيب وافتراءات لن تفت في عضد الدين ولا في عضد الإسلام ولا المسلمين, بل بالعكس في كل يوم تشرق شمسه يدخل في الإسلام ناس جداد وبيزداد الإسلام في أوروبا خصيصا, وكلمة الصحوة الإسلامية الموجودة في مصر التي نسمعها الآن موجودة أيضا في أوروبا. نعم. وهذه كلها علامات فتح ونصر للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا عجب لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي زكى الله عقله فقال له ما ضل فقال ما ضل صاحبكم وما غوى, وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى, وزكى شرعه
فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله سيدي عليه وسلم. يا رسول الله معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتقديري، أقبلتك الفجر والضاح الأساريري، تدعو إلى الله في بشر وتيسيري، على جبينك نور الحق منبلجا وفي يديك لواء العدل والنور. فأقول لكل المتطاولين على رسول الله هدئوا من روعكم، لا نقول هدئ من روعك للشيخ حسان كما تفضلت فضلت، إنما نقول لهم هدئوا من روعكم، فأنتم تنبحون كالكلاب، ووالله الذي لا إله غيره هذا هو مكر اليهود، وهذا هو عداء اليهود، وهذا هو عداء أعداء الدين، والله الذي لا إله غيره، لو تركت الذئاب عواءها، ولو تركت الحمير نهيقها، ولو تركت الكلاب نباحها، ولو تركت الحيات لدغها، ولو تركت الثعابين فحيحها، ولو تركت الثعالب مكرها، ما ترك اليهود عداءه لمحمد ولا لدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بداية. نعم. النقطة الأخرى التي نريد أن نعرج عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من منذ لحظة ولادته وهو خير للبشرية. انظر يا أستاذ محمد أخي الحبيب، الرسول حينما ولد، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ولد نزل من بطن أمه كما قالت الروايات ساجدا لله جل وعلا، كأنه يطلب النجدة من مولاه لهذا العالم الحائر. الرسول هو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب الحيارى والبائسين اليائسين، هو الأمي الذي علم المتعلمين، هو الهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة بين معترك الأمواج في خضم المحيط إلى شاطئ الله رب العالمين. أول ما نزل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الحياة الدنيا كان في بيته عند السيدة آمنة جارية تسمى ثويبة، هذه الجارية كانت لعمه أبو لهب. حينما ولد أسرعت إليه وألقمته ثديها وهي لا تدري إنه مولود صغير ولد. طيب شيخنا نكملها يا ريت قصة الجارية، بس ناخد اتصال الأول من الأخ عبد الباقي من الفيوم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا أستاذ محمد السليني. الله يكرمك حبيبي. شيخنا الشيخ محمد عبد الغفار، كيف الحال؟ مرحبا. الله يخليك. الله أن يرضى عنكما كما راضي عن الخلفاء الراشدين. يا رب يا رب. يا شيخنا، وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ ما ضر شمس الضحى، ما ضر شمس الضحى في الأفق صافعة ألا يرى نورها من ليس ذا بصر، وما ضر الورود وما عليها إذ المسكوم لم يطعن شباها. يا شيخنا والله والله أنا رأيت رؤى شيخنا الشيخ فشك رحمه الله، رأيت أنني أشيع جنازة الشيخ ونطرة تنزل على الجنازة ونور رفع النحش بما فيه، فكبرت في الرؤيا وقمت قبيل صلاة الفجر وأخبرت شيخنا الشيخ حسان على هذه الرؤيا لشيخنا الشيخ فشك. يا شيخنا سلام. يا شيخنا ده الشعر يا شيخنا، ربنا يبارك لك. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وأبصرت مسوى الأعظم العطرات، وفاضت من الدمع لعيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية وضاع أريج تحت كل حصات، فقل لرسول الله يا خير مرسل أمد كما تبري من الحصرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. يا شيخنا الشيخ محمد عبد الغفار، أنا والله رأيت الشيخ كذا مرة في الرؤيا يا شيخنا، والله رأيته كذا مرة في الرؤيا، يعني أنا أحب الشيخ في الله وأسأل الله أن يجعله في أعلى درجات الجنة. والله ما سجدت سجدة إلا ودعيت للشيخ كشك بالرحمة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. كلمة لحكام المسلمين أن يغضبوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألك الدعاء شيخنا الشيخ محمد عبد الغفار. السلام عليكم ورحمة الله. يسر الله لك الأمر. يا رب بارك الله فيك. شكرا
الأخ أبو حمزة من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذنا وحبيبنا الأستاذ محمد السجيني. وحيا الله شيخنا وتلميذ شيخنا، أسأل الله أن يبارك في عمره وينفعنا بعلمه وأن لا يحرمنا أبدا من أسود الأمة الذابين عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول عذرا رسول الله، أساءوا إليك لأنهم ما عرفوك. عذرا رسول الله، إن كان اليهود قد أساءوا بفيلم فإن المسلمين قد أساءوا بعشرات الآلاف من المسلسلات والأفلام. والله إن الذي يجعل القلب يبكي دما حال المسلمين لا حال الكافرين، حينما تسمع ممن يزعم أنه يغضب لرسول الله وهو يسب الدين، فهذا هو الذي يبكي. والله هذا الذي يحزن، حينما تسمع من المسلمين من يزعم الغيرة لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقول رسول الله يهان، أستغفر الله من هذه الكلمة، فهذه الكلمة هي أعظم إساءة لرسول الله. رسول الله قد عصمه الله، ولا تبلغه أهانة قط، لا تبلغ أهانة رسول الله، بل أنا والله المهان، بل أنا المسلم المهان، لأن رسول الله قال له الله وإنا كفيناك المستهزئين، فهم يستهزئون بي أنا لا بك أنت يا رسول الله، هم يسخرون مني أنا لأنهم رأوني غافلا عن سنتك، ضالا عن هديك، لا أعرف عنك شيئا، لا أعرف عنك إلا اسمك، ولا أعرف عن قرآنك إلا رسمه. فهذا حال المسلمين الذي يجعل القلب يبكي الدم بدل الدمع. فينبغي علينا أن نفوق، أن نستيقظ، أن نرجع لديننا. والله يا أستاذ محمد، حينما تخاطب أحد المسلمين من الأجانب تراه يخاطبك بالآية والحديث، وحينما تخاطب أحد المسلمين من أبناء العرب الذين ينتسبون خطأ إلا لأنهم أبناء الصحابة يخاطبك بالمشاهد من الأفلام، يقول يذكر لك مشاهد أفلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نريد العودة الصادقة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال شيخنا الشيخ محمد حسان، فعلا الأزمة أزمة أخلاق. الأزمة هي أزمة أخلاق، ولا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سوء، إنما السوء وصل إلينا نحن. فينبغي علينا أن نستيقظ ونعود إلى دين ربنا وإلى هدي نبينا وننصره في حياتنا. جزاكم الله خيرا. شكرا. والسلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام وبركاته. شكرا يا أبا حمزة. الأستاذ أبو يوسف من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الأستاذ محمد السجيني، ونور الله وجهك وجعلك من أهل الجنان وضيفك الكريم. يا رب يا رب. فضيلة الأستاذ، في غمرة الفتن وفي خضم المكر والتكالب والمحن، يقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شامخا شموخ رسالته التي لا ريب فيها. يقف صلى الله عليه وسلم بزكاته وشمائله وطهارته ورفعة مقامه، وتتهاوى النعوت الرعناء من الأعداء تتهاوى أمام شموخ الذات المحمدية على صاحب أزكى الصلاة والسلام. أما الأقزام من منتحلة الأقلام والكلام، فليس لهم شأن في المقام، يريدون مطاولة السماء ويريدون النيل من إمام الأنبياء. حالهم كما وصفهم الواصف، كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يهنها أوها قرنه الوعل. وكما أخبر الله عز وجل بأن الزبد إلى جفاء والباطل إلى انتهاء، لأن الباطل ليس له ما يقويه على البقاء، فضلا على أن ينال به نعش الارتقاء. والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اعملوا جهدكم، كيدوا كيدكم، إن عاملون. وانتظروا انتظروا فصل الحكم من الحكم العدل، إنا منتظرون. وإن تعجب فأعجب، أن الله سبحانه وتعالى قد خلد في ذكره قرآنا يحمل صورة المسد في رمز قوي، إلى أن الذين يحاولون النيل من كمال النبوة وقدسيتها، المتجرئون على الحرمات
الذين يحاولون أن يهينوا المقدسات هم أخسى أن يصلوا إلى ما أرادوا. كبت يدا أبي لهب الوتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم لما يحب ويرضاه وجزاكم الله خيرا وجعل ما تقومون فيه في ميزان حسناتكم وحافظكم الله أخي الأستاذ وفضيلة الأستاذ محمد السجيني. شكرا. ونور الله ذلك الوجه المنير وحافظك الله ورعاك والسلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. شكرا يا أبو يوسف بارك الله فيك. الأخ محمد من فلسطين السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك. وبارك فيكم يا رب يا شيخ. الله يكرمك. من فلسطين منين يا أستاذ محمد؟ من فلسطين من جنين من الضفة. يا أهلا بيك أهلا وسهلا. بيك الله يبارك فيك يا شيخ. الشيخ بالنسبة للرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك يا حبيبي. بارك فيك وفيكم يا ربي جميعا يا اهل فلسطين. الشيخ يعني العلماء الشيخ يعني ما حطوش كلمه حق يعني يهبوا هب واحد يخلي الام تنهض. نعم. اللي انتوا في فلسطين بتعملوا ايه تجاه الحمله اللي بيتعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفيلم السيء؟ طيب حضرتك. طيب شكرا. حاول تتصل بينا مرة تانية. فضيلة الشيخ محمد عبد الغفار، أنا الحقيقة تعمدت النهاردة أن أنا أجيب يعني أكبر تلميذين للشيخ كشك، لأن أنا عارف أن الشيخ كشك الله يرحمه كان من المدافعين جدا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأكيد أنتوا سمعتوا آلاف الساعات العلمية من الشيخ كشك في الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأنا لما أسمع أو أقرأ أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة يهودي، فعلى ما يدل هذا؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تمر أمامه جنازة وهب لها واقفا، فقال الناس يا رسول الله لماذا تقف، إنها جنازة يهودي. فقال لهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أليست نفسا خلقها الله؟ يا سلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لدعاة الغرب، دعاة الاتحاد ودعاة التفرقة العنصرية كما يقولون وبيقولوا أن احنا اللي بنفرق، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من احترم النفس البشرية. وإذا كانوا هم هناك قالوا إيطاليا فوق الجميع، وهتلر قال ألمانيا فوق الجميع، وموسوليني قال إيطاليا فوق الجميع، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من جاء بشرع الله جل وعلا الذي قال له الله فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. فالقيام للجنازة مش معناه القيام للجنازة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسخ القواعد والأسس، فيعني قال لهم أليست نفسا خلقها الله؟ يبقى النفس تحترم ولا لا تحترم؟ يعني ده درس في التعامل مع الآخرين. مع الآخرين. بالظبط. ولازم يعني فن التعامل. نعم. يعني أنا ما اتعاملش مع الآخر وخلاص، لا، ده فن التعامل بيسموه الإتيكيت. يعني فضيلة الشيخ محمود حمزة قبل حضرتك برضو نوه ببعض المواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنضيف هذا الموقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة يهودي وقال إن ديت نفس، يعني نفس هذه خلقها النفس الله. يا سلام. فهذا يعني يدل على التعامل الراقي حتى مع النفس وهي متوفاة. هم الآن يسحلون ويقتلون بالآلاف. انظر إلى ما حدث في العراق، وانظر إلى ما حدث في كشمير وأفغانستان، وما يحدث الآن في فلسطين في أرض غزة المباركة حررها الله، وفي القدس الشريف ماذا يفعلون؟ يمنع المسلم أنه يدخل للمسجد لأداء الصلاة. اللي داخل فوق 40 سنة ما يدخلش، لازم تحت 40 سنة لا ما يدخلش، اللي فوق 40 بس اللي يعدي، يطلع بطاقته عشان يسجد ويركع لله. نعم. هذا ما يفعلونه هم. طيب شيخ محمد اسمح لي برضو، يعني ورد على بالي شيء مهم. أصله الناس دول في الغرب بينقضوا نفسهم قوي وبيدعوا الصدق وهم كاذبون، يعني أنا ما بقولش الكلام ده تعديا عليهم، وإنما أنا واثق من هذا الكلام، يعني حتى أسأل عنه لأن أمام الناس بتحدث قدام الملايين دلوقتي. حضرتك في معسكر جوانتانامو
لما كانوا بيعتقلوا المسلمين الذين لم يسيئوا إلى أحد، مجرد أنه مسلم ملتحي، شاب ملتحي مسلم بيعتقله أنه شاكك فيه، وكان يرفض أنه في كاميرا تدخل علشان تصوره. تمام. أين حرية التعبير؟ أدي واحد. الحاجة الثانية يا شيخ محمد، في العراق عاثوا فسادا في معسكر اسمه معسكر أبو غريب، وأنا علمت من مصادر موثوقة إن هم عملوا فيه أشياء وحشية، ومع ذلك لم ينشر هذا الأمر. دلوقتي لما بيطلبوا جوجل، وجوجل أمريكي، وبيقولوا له لموقع جوجل يعني اللي عليه الفيلم، بيقولوا له ما تزعش هذا الفيلم، وبيقول لهم لا أنا هزيع بحجة حرية التعبير، حضرتك تقول لهم إيه؟ بقول لهم موتوا بغيظكم. بس بعد الاتصال بقى، لأن في اتصال. الأخت أم علاء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله فيك يا أستاذ محمد وشيخنا. الله يبارك فيك. هم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، كما أكد لنا قرآننا ودستورنا العظيم. فظهور هذا الفيلم في هذا الوقت بالذات يوم 11 سبتمبر مع إصرار من الله سبحانه وتعالى على حماية مصر وأمنها وحفظها، فهم يريدون أن تكون هذه هي القشة التي يريدون بها أن تقسم ظهر البعير، وتكون هذه هي الشرارة التي يريدون بها أن تشتعل النيران في الأمة. لا. فنحن في مؤامرة أستاذ محمد كبيرة تحيط بنا، والقصد منها ضرب مصر وإحداث العجز بها بعد فضل الله سبحانه وتعالى تخطو خطى على الطريق المستقيم. ولا بد أن ننتبه أن ليس ضربها من داخلها فقط، إنما ضرب ليبيا والسودان وسيناء وما يحدث فيها، فهذه حدود أمنها القومي. فهناك أياد تعبث وعقول خبيثة تمكر متحالفة مع شياطين من الإنس والجن. نعم. كمان لي سؤال لفضيلة الشيخ لو سمحت أستاذ محمد. لماذا سبحان الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بعمر، وهل يوجد حق بدون قوة تدعمه؟ وما سبيلنا وسبيل الأمة إلى أن تكون عندنا القوة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعد لهم بهذه القوة؟ فأرجو من فضلتك أن توضح المسلمين، وأستعير قول الشيخ محمد حسان، آن الأوان بأن نزن الرجال بموازين الحق، وأن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وحضرتك يا أستاذ محمد، أما بسمح كتابات حضرتك بنكسف من نفسي، ولكن عذرا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت أمانة في الأعناق بكل عزيز وغالي فديناه، يا من أميت الرسل في أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر رسول الله، على عيني يا غالي يا أبو التراب درر بتلالي لمنتهاه، يا مسلم انظر حولك وابذل دمك وولدك وكل وأسفاه، على أمة كانوا بيضربوا المثل بيها في قوة القلب وصفاه، رضيت بالذل على نفسها وعايشة من غير الكرامة بدون مرآه، يا رب صون حبيبك، يا رب صون حبيبك وبدل القوم غير القوم طلبا لحماه، إن تنصروا الله ينصركم، يا مسلمين هبوا لنصر الدين الله، وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم. شكرا ورحمة. شكرا يا معلاء، يعني انا بطلبك انك انت ولا تكسفي ولا حاجه، الفرق بين ان انت بتعبري عن نفسك بلهجتك العاميه العاديه، وانا اعبر بالفصحى او بابيات موزونه. يا ريت يعني كلنا كلامنا يقبل يا رب من عند الله سبحانه وتعالى. فشيخ محمد كلام جميل خالص ان احنا نتكلم عن الحبيب، نقلتنا نقله ثانيه. ان شاء الله نعم تفضل. هي بقول للاخت يعني قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، بقول لها اطمني، وبقول لكل مسلم واحد بالله اطمئن وابدا انت بنفسك فانهاها عن غيها، وانت طبق تعليم الدين، اقيموا دوله الاسلام على في قلوبكم تقم على ارضكم. بقول لها ان احنا كلنا في مركب واحد، وأقول لكل أمة المسلمين يا أمة الحق إن الجرح متسع، فهل يا ترى من نزيف الجرح نعتبر ماذا سوى عودة لله صادقة، فعسى تغير هذه الحال والصور. بقول لها كما قال الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه بعمر بن الخطاب بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان بن عفان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار عشان كده عايزين نقول لكل أعداء الدين موتوا بغيظكم ونلحق نقول قبل ما الوقت ينتهي محمد يا سيدي يا رسول الله آلمنا أن قام غر بدار الكفر عاداك وغيره قام في حقد وفي صلف بالزور والظلم والعدوان آذاك هذا وذاك يا رومان الدمار لنا لا تبق يا رب لا هذا ولا ذاك كنا أعز عباد الله قاطبة كنا أجل الورى لما أطعناك لكن عالمنا يا ويح عالمنا كم ضيعوا في زمان الضعف مسراك كم أهدروا قيما كم شردوا أمما رحماك مما جنوه اليوم رحماك يا من أسأت بفيلم في مشفعنا شلت مدى الدهر والتاريخ كفاك كيف اجترأت على خير الورى سفها قد بؤت بالخزي ظلاما وأفاك إن الرسول لنور الكون أجمعه لكن تعامت عن الأنوار عيناك نقول لهم كل موتوا بغيظكم صلى الله عليه حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلنا أمل وكلنا ثقة في أن الله سينصر دينه إن تنصروا الله ينصركم أقيموا دولة الإسلام أكررها مرة أخرى أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم وخذوا من أحداث التاريخ عبرة وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به ليست العبرة بهتافات هنا أو هناك إنما العبرة يجب أن نكون عمليين أن نعمل على أرض الواقع أن نعبد الله حق العبادة أن نتقارب أن نتحاب أن نصل الأرحام أن نؤدي الأمانات إلى أهلها أن نحكم بين الناس بالعدل أن نقيم أخلاق الإسلام حتى يرتفع الإسلام وترتفع راية الإسلام وأنتم الفائزون في النهاية طيب الشيخ محمد البعض ممكن يقول لك يعني أنا عن نفسي كمسلم لم أسئ إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أنني يعني أطبق مبادئ وتشريعات ديني على نفسي وعلى أهلي وعلى المحيطين بي كيفما استطعت فإحنا مش شايف حضرتك إن إحنا البعض بيقول كده إن إحنا محملين نفسنا فوق الطاقة وهؤلاء تركناهم إن هم يسيئوا لنا بدعوى أننا نسيء إلى ديننا صحيح في ناس بتسيء إلى الدين لكن هم أيضا يسيئون إلى ديننا فيعني أنا عايز هذه الحلقة المفرغة اللي أنا قلت عليها أنه يعني في ناس كتير كويسين ولا يسيئون إلى الدين في نفس الوقت أنت عايز تحملهم المسؤولية أنه هو إحنا السبب اللي ضعفنا ده مش سؤالي وإن هذا سؤال البعض اللي ضعفنا وخليناهم يتجرؤوا علينا لا هو مش ضعف ولا حاجة مش نقطة الضعف هي الخلاف لا لكن هي في أزمة أخلاق نعم. وكلنا نعلم هذا فإحنا يعني في بعض المسلمين ناس بتتسمى بأسماء المسلمين بيأتوا فعلا بأفعال تسيء نعم. للإسلام والمسلمين لكن الحلقة مش مفقودة لكن لابد أنه يبقى فيه تواصل إزاي نحن نتعامل مع الآخر إزاي نقول لهم هذا هو رسول الله كيف نعرض ديننا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاله الوليد بن المغيرة وقعد يقول له شمال ويمين ويحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول أحسن عرض الدعوة حينما قال له قل أسمع فقعد أبو الوليد يتكلم ويتكلم ويتكلم وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أفرغت يا أبا الوليد فرغ خلاص قال له انتهيت من الكلام قال له اسمع مني الله. اسمع مني فإحنا لابد إن إحنا ما نبقاش كلنا صوتنا عالي على بعض لكن نسمع ونرد هذه إساءات نحن لا نرضاها ولا نقبلها
وبنقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خالد وباق ما بقي الدنيا الرحمن، رفع الله ذكره وشرح صدره فقال له الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فمهما فعل الخبثاء ومهما فعل الجبناء فلن ينالوا من رسول الله شيئا ولن ينالوا من الإسلام شيئا. شكرا شيخ محمد، الله بارك خير. الله فيك. جزاك الله خير. وانقضى الوقت، ولعل يعني كلمة قلناها كلمة حق إن شاء الله تكون لنصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولنصرة هذا الدين، وأنا بقول يعني رب ضارة نافعة إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخ محمد، ونسأل الله أن يعز هذا الدين وجزاكم الله خيرا. شكرا شكرا بارك الله فيك. في ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجنا في رحاب الأزهر لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفينا الفاضلين اللذين شرفانا في هذه الحلقة، وهما فضيلة الشيخ محمود حمزة الجندي وفضيلة الشيخ محمد عبد الغفار، وهما من التلاميذ الأثراء لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. ولما بقول التلاميذ يعني كانوا مرافقين للشيخ في حركاته وسكناته وذهابه المسجد وإلى البيت، ويقرؤون عليه ويكتبون له، فجزاهم الله عنا الجزاء الأوفى. وأنا بقول في نهاية الحلقة رب ضارة نافعة، إنه هذا الفيلم المسيء أو ربما هذا الذي رسم رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم قد حفز فينا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نكتب قصائد، أن نقول كلمة طيبة في حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي بالعلماء، أن ندافع عن النبي، أن نذكر أنفسنا بهذا الدين وبقيم الدين وبأخلاق هذا الدين وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه رب العزة جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم. نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم. بالعلم تسامت أمتنا.